سنبغي قد العالم. ما كراش نتزوج بها هي. هي اللي كاينه بوحده، ما تجي حتى شي وحده في بلاصه الخوات. نجيب لها كادو ونكتب لها المغرب كامل في سميتها اخاي. السلام عليكم الخوت، اللي عنده شي بنت يديرها بحال خسو، يديرها بحال البنت خالتو، اي لعبه يتهلا فيها، ماشي يضحك عليها وكذا وهذه، فهمتيني؟ انا عندي واحد الانسانه سنموت عليها وسنبغيها ونبغي لها الخير، الله يسهل عليها، فهمتيني؟ الا كان ربي مكتبنا انا وياها نتجمعوا مرحبا، ما كانش، المهم انا نبغي لها الخير وتكون مرتاحه في حياتها والله يسهل عليها. ويا من 2018 فاش تعرفت عليها، فهمتيني؟ ويسهل عليها الله وكذا نبغيها تكون بخير ومرتاحه. ديما تنشوفها مسكينه مازال تنتواصلوا انا وياها تنهضروا. هذيك هي الامنيه ديالي انا في حياتي، ما باغي والو، باغي هذيك الانسانه. وسعدتها بيا وسعدتي بها. انا قدام المباشر، اعتراف تام، بكل فرح وبكل ثقه النفس، تنبغي قد العالم. لا والو ما نقدش، وخا ما ربي ما كتبناش انا وياها، اتبقى في قلبي ديما توجور. لا نتزوج ولاني ما كراش نتزوج بها هي. هي اللي كاينه بوحده، ما تجي حتى شي وحده بلاصه اخواتك. كتخدم كتحرك؟ محرك الحمد لله، صنعتي قباس اخويا، خاطينا المشاكل، عزاز علينا بنات الناس ولاد الناس، حيا ولاد الناس. تنحلم وتنوجد راسي اخويا، اي لعبه نديرها على قبلها. وصل الله في راسك وراني تنبغيك. ديديكاس ليك هاد النهار، هاد النهار باب الراير، خاطينا داكشي ديال الكادو وكذا وهذا، اللي تيبغي راه تيبغي، فهمتيني؟ انا الا كان نجيب لها كادو نكتب لها المغرب كامل في سميتها اخاي، فهمتيني؟ واللي عنده شي حبيبه يتهلا فيها، واللي عندها شي حبيب تهلا فيه، وتحياتي لكم.